العرض عن مسرحيه الفرافير تاليف يوسف ادريس استاذ محمد سليم المخرج وهو عمل اعداد للنص وقدمه بشكل جديد بحيث انه يتناسب مع الوضع الحالي اللي احنا فيه. ايدو الفرفور الرئيس والمرؤوس والست والراجل وكل الناس يعني كل مستويات المجتمع وكل الطبقات اللي في المجتمع من أغنى حد لأفقر حد هو مقدمه من خلال الفرفورة أو الفرفور بشكل بسيط جدا علشان يوصل للناس كلها. هو أنا خريجة فنون مسرحية فدرس مسرح وبعشق المسرح يعني الحاجة الوحيدة اللي أنا وأنا شغالة فيها بحس إن أنا ملكة بيتي ومملكتي فبالنسبة لي المسرح ده أهم حاجة ولازم تقريبا كل سنة يبقى فيه عرض.